0, ignition, liftoff. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونون بخير. الفيديو اليوم مميز جدا، وما اعتقد طرحت هالمواضيع بقناتي على اليوتيوب، واللي هو الانترنت، ومو اي انترنت، انترنت من الفضاء. هذا الموضوع يهم فئة كبيرة جدا من الناس، وخاصة بالدول العربية، لانه الشباب وجميع الناس بالدول العربية يعانون جدا من مشكلة بطء الانترنت. لذلك الشركة راح تحاول توفر سرعة انترنت خيالية لكل سكان الكرة الارضية تتراوح الى 1 جيجا بايت بالثانية. بالبداية خلونا نعطيكم نبذة عن صاحب الفكرة، واللي هو المهندس والمخترع إيلون ماسك، واحد من أهم عباقرة الزمن الحالي. إيلون ماسك يملك شركة تسلا للسيارات الكهربائية المعروفة، وأيضاً شركة سبيس إكس للأبحاث والتجارب الفضائية. بتاريخ 24/5/2019 أطلقت شركة سبيس إكس مشروعها، مشروع ستارلينك، لتوفير الإنترنت بجميع دول العالم. فكرة هذا المشروع هو توفير الإنترنت من الفضاء عن طريق أقمار صناعية يتراوح أوزانها تقريباً بحدود 250 كيلوغرام، يعني أصغر بكثير من الأقمار الصناعية المعروفة. قبل أسبوع تقريباً أطلقت شركة سبيس إكس من خلال مشروعها، مشروع ستارلينك، دفعة جديدة من الأقمار الصناعية بحدود 60 قمر صناعي. طبعاً هذا الأمر راح يسوي نقلة ثورية وجديدة من نوعها بعالم الإنترنت والاتصالات، لأنه هذا الشيء يعني أنه السرعة راح تكون مئات الأضعاف من سرعة الإنترنت اللي متواجدة حالياً. الأمر المميز بخصوص هاي الأقمار الصناعية أنه يكون ارتفاعها من 500 إلى 600 كيلومتر، أما الأقمار الصناعية اللي نعرفها يتراوح ارتفاعها إلى 36,000 كيلومتر. يعني الأقمار الصناعية من شركة سبيس إكس من خلال مشروع ستارلينك راح تكون جداً قريبة من كوكب الأرض، وأيضاً السرعة راح تكون جداً خيالية، لأنه قربها من كوكب الأرض يعني أنه سرعة الإنترنت راح تكون جداً سريعة، والليتنسي راح يكون جداً قليل. الأقمار الصناعية اللي موجودة حالياً لمشروع ستارلينك من قبل سبيس إكس تقريباً يتراوحون إلى 422 قمر صناعي. اختلاف هذا الإنترنت عن الإنترنت اللي نحصله حالياً بحياتنا اليومية هو أنه الإنترنت الحالي اللي عندنا ينتقل عن طريق الكيبل الضوئي واللي مدفون أو موجود بالمحيطات. طبعاً هذا الإنترنت اللي ينتقل عن طريق ألياف الكيبل الضوئي ما تكون سرعته مثل سرعة الضوء اللي هي 300,000 كيلومتر بالفراغ، وإنما 200 إلى 204,000 كيلومتر بالثانية، يعني أبطأ من سرعة الضوء بالفراغ. لذلك بكل كيلومتر هناك أجزاء من الثانية من البطء. لكن شركة سبيس إكس من خلال مشروعها، مشروع ستارلينك، وعدت مستخدميها أنه السرعة راح تكون خيالية، تصل إلى 1 جيجا بايت بالثانية، وأيضاً الليتنسي خاصة بالنسبة للجيمرز والستريمرز صرحت أنه راح يوصل إلى 20 ملي ثانية. يعني الرقم هذا راح يحل مشكلة جذرية يعانون منها الجيمرز والستريمرز، لأنه مثل ما معروف البينج أو الليتنسي تصل بالعراق إلى 900 أو 800، لكن من خلال 20 ملي سكند راح يكون هذا الرقم يعني غير مسبوق. كثير من الأفكار والابتكارات اللي يقوم بها إيلون ماسك بالبداية تكون مفاجئة وغريبة، لكن مرور الوقت يتضح أنه هي من أهم الابتكارات، مثل ما سوى بالسيارات الكهربائية. لذلك كثير يتنبؤون أنه هاي الفكرة راح تكون من أهم أفكار القرن 21. الاستفادة من هاي الخدمات راح يكون لاحقاً مصرح من شركة سبيس إكس، يتوقعون أنه الاستفادة من هاي الخدمات راح تكون تقريباً من منتصف سنة 2020 عن طريق شراء عدة يعني بسيطة حتى المستخدم يحصل على هاي الخدمات، خدمات الإنترنت السريعة. هنا وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هاي المعلومات، وإن شاء الله العمل بالخدمات هاي راح يكون قريب جدا، نتمنى مثل ما وضحوا أنه بمنتصف سنة 2020، لأنه هذا الشيء راح يكون حل جذري لكثير من المستخدمين وخاصة بالدول العربية، لأنهم يفتقرون للإنترنت أو منعدم عندهم بشكل كامل. فلايك الفيديو إذا عجبكم، ونشر المقطع، واشتراك بالقناة، وانتظروا إن شاء الله فيديوهات قادمة. كان معكم أحمد سعد، سلام.